احنا بالظبط يعتبر مطبقين نفس السيستم اللي في امريكا اللي في الجامعات وفي الانديه هناك، ان احنا مخلين في كل حاره في اتنين بحيث ان هم ما بيتقابلوش، واحد في الجهه ديت وواحد في الجهه الثانيه بحيث ان هم ما بيتقابلوش خالص، وفي نفس الوقت الولاد بينهم وبين بعض مسافه كبيره في الحارات. بالنسبه لنا او بالنسبه لبتوع السباحه طبعا في حصل الولاد يعني ماله شويه او الوزن عندهم زاد شويه، بس احنا كنا على طول بنشتغل حاجات اونلاين معاهم، شغل الفيتنس والدراي لاند، فكنا محافظين على الحته ديت بحيث ان الموضوع يعني نحاول نحافظ شويه. طب كنا بدانا نشتغل على الحته النفسيه ديت ان احنا ما تقلقوش، فقال فتره ان شاء الله باذن الله كلنا نرجع للمستوى المطلوب. احنا رجعنا بناء على الاتحاد ان هو حدد بطوله كاس مصر 15/10. الفتره طبعا من ساعه ما بدانا تعتبر مش 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 كافيه، لان احنا كنا قاعدين 3 اشهر، بس حطينا خطه بحيث ان احنا باذن الله نبقى على 15/10 باذن الله نكون جاهزين للبطوله. التمارين كل يوم الصبح وفي 3 مرات بالليل بس كده، ولمدة التمرين 2.5 ساعة. كان في بطولة كأس مصر بعد 2.5 شهر أعتقد، دي إحنا بنستعد لها وكده عشان إن شاء الله نعمل فيها نتائج كويسة. بالنسبة للتغذية كان لازم نحافظ على أكلنا عشان ما نتخنش، عشان القعدة في البيت من السباحة بتتخن قوي، فكان لازم يعني نفضل منظمين في الأكل وكده. التمارينات كالسباحة مفيش سباحة خالص، بس كنا بنتمرن أونلاين فيتنس وحاجات أرضي وحاجات جري و حاجات كده اللي هي تنشط الجسم على طول. والبطولة اللي جاية اللي احنا عارفين عنها كاس مصر، غير كده لسه ما فيش اي حاجة دولية لان موقفين كل حاجة عشان الكورونا وكده. التارجت بتاعي ان انا اتأهل ان شاء الله لطوكيو 2021، هي دي كانت التارجت بتاعي اصلا ان انا اتأهل 2020، بس هي اتأجلت، فان شاء الله اتأهل ليها اللي جاية. طبعا كانت يعني كانت صعبة قوي نقعد في البيت 3 شهور، عمرها ما حصلت، كانت دايما بتبقى يعني اسبوع بكتير بعد كده بنرجع نعوم تاني. 3 شهور طبعا كنت حاسة بفرق، يعني كنت اول ما نزلت المية كنتش عارفة اعوم خالص، بس دلوقتي يعني خلاص تعودت. كنا طبعا نتمرن في البيت على طول، يعني كان ساعات كابتن فيتنس او كده بيبعت لنا تمارين نلتزم بيها، بننزل نجري كده. وطبعا في الاكل بقى بنحاول ما ناكلش يعني حاجات مضره او كده، اللي هو الاكل من بره او كده. طبعا يعني كانت مشاركه ما احلمش بيها، سافرت مع فريده عثمان، طبعا ده حلم، وكانت احسن حاجه، كانت احسن بطوله حضرتها في حياتي. كنت من اصغر السباحين اللي هناك، وطبعا شايفه ابطال بيعوموا جنبي، ده كانت حاجه. Oh,